ليه الزمالك خسر النهارده؟ الزمالك خسر النهارده لاسباب كتير جدا متعلقه بالزمالك اللي احنا بنتكلم عنه من بدايه الموسم. وانا في وجهه نظري ان التراجع الرئيسي اللي الزمالك بيمر فيه حاليا خلصنا بقى صوره الاهلي، ممكن نحط صوره الزمالك. طب لو هنتكلم عن لقاء النهارده، يعني خلينا الحالات اللي احنا جايبينها، انا في حاله مهمه جدا بالنسبه لي، الضغط اللي كان بيطبقه سيف الدين الجزيري على ياسين مرياح، وده شيء محتاجين نتكلم عنه شويه. الفكره ببساطه، الترجي هو بيخرج بالكوره، سيف الدين الجزيري كان كل دوره ان هو يعزل ياسين مرياح عن عمليه الخروج بالكوره. زي هنا الترجي بيخرج بالكوره من قلب الملعب عادي، الاثنين اللي عليهم الدايره الصفراء هنا الجزيري ومعاه ياسين مرياح. لو استعرضنا لقطه ثانيه، حاله ثانيه هنشوف، لو جبنا الحاله اللي بعدها مره ثانيه، الترجي بيخرج بالكوره من قلب الملعب، سيف الجزيري كل مهمته في الحقيقه ايه؟ يضغط على ياسين مرياح. هنا نقف، هل القرار ده كان صح ولا غلط؟ خلينا نقول ان ياسين مرياح اكتر لاعب في فريق الترجي بيخسر الكوره تحت الضغط. هنا الزمالك سيف الجزيري كان عنده المعلومه دي كلاعب، الجهاز الفني لنادي الزمالك كان عنده المعلومه دي، وهنا انا شايف ان القرار اللي تم بالضغط على ياسين مرياح هو قرار خاطئ، لان انت عشان تضغط على ياسين مرياح وتستفاد بالضغط عليه المفروض تخلي الكره تروح له الاول. يعني كانت مفروض التركه اللي تحصل من النادي الزمالك في ضغط على الجزيري انك تضغط على اللعيب اللي جنبه بالظبط، عشان الفريق بتاع الترجي يكون مجبر ان هو يخرج الكره على ياسين مرياح، واول ما الكره توصل لياسين مرياح يبقى ده التريجر بوينت بتاعك، او دي النقطه اللي تخلي الفريق كله يضغط على ياسين مرياح. الزمالك عمل شيء انا شايفه غريب جدا، انه من بدايه اللقاء بادئ يضغط على ياسين مرياح، فبيمنع ان الكره توصل له، فهو مش بيغلط. بالمناسبه ياسين مرياح في اكتر من مره لما الكره وصلت له خسر الكره في نص ملعبه، لان احنا زي ما بنتكلم هو اكتر لعيب في الترجي بيخسر الكره. فزي ما قلت القرار الفني اللي حصل من الزمالك ده، من سيف سواء من سيف الجزيري او من الجهاز الفني، كان شيء غريب جدا بالنسبه لي انك تضغط على اللاعب من بدايه اللقاء. في كمان ملحوظه ثانيه جايبينها في اللقاء النهارده، الزمالك كان بيلعب 4-3-3، عمر جابر، واحنا بنتكلم ان الزمالك بيغير في طريقه اللعب كتير جدا، 3-4-3